وفي هذا الإطار دائما وصلت مساء أمس إلى مدينة سليبابي فرق من سلطة تنظيم الإشهار لتباشر مهامها في الكشف عن الخروقات التي قد تطال بعض شعارات المترشحين أثناء حملاتهم الدعائية المصاحبة للحملة الانتخابية لعام 2023. وتهتم سلطة تنظيم الإشهار بتنظيم وضبط فضاء الإشهار وحماية المستهلك والمتلقي من الإشهار المضلل والضار وفق الصلاحيات والقوانين المعمول بها في هذا المجال.